انطلق بعون من الله تعالى وتوفيق. شوطنا هنا الثامن عشر الذي انطلق الخاص بأيضا في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة للقعدان الحجايق ضمن الأشواط المفتوحة في هذا الصباح المميز الجميل. نتابع معكم مجريات هذا الشوط للثلاثة كيلومترات والانطلاق والتحدي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هنا يأتينا جزيل حمدان بن حميد بن سلطان بالكديدة على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور. المركز الثاني يأتينا هنا على المركز الثاني نجد عتيق بن مطر لقبيسي والوصول من هملول أحمد بالعوضي بن يحيى المنهالي، ويأتينا الصيرمي محمد بن جابر بن عبد الله المتواجد على المركز الرابع. المركز الخامس شاهين على المركز الخامس محمد بن هلال بن طراف المنصوري، وفي المركز السادس مياس محمد بن سالم بن مصر بالقوبة المنصوري، من ينطلق بهذا التحدي والإثارة. هناك هماس حسن بن عبد الله بن غليطة لغفلي من ينطلق على المركز الثامن، وفي المركز التاسع يأتينا شمرد الحميد بن عيد بن يمعب الكوس الفلاسي، وعلى المركز العاشر والمنطلق والمتقدم هنا مضاد يأتينا أو وصول هنا من هملول هلال بن السيل بن عبيد المزروع المنطلق على المركز العاشر. هذه هي نتيجة للمراكز العشرة الأولى. وجزيل لا زال مسيطر، حمدان بن حميد بن سلطان بالكديدة الفلاسي مسيطر على زمام الأمور على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور جزيل بانطلاقته وانفرادته المتميزة. ما شاء الله، عطني الفارق بين الأول هو الثاني يا أبو عدنان هنا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. ما شاء الله طالع الفارق، فارق أيضا لا بأس به بين الاثنين. المركز الثاني نجد عتيق بن مطلق بيسي، هناك الصيرمي المتواجد لمحمد بن جابر بن عبد الله على المركز الثالث، وفي المركز الرابع المنطلقين والقادمين هنا بالتحدي والإثارة يأتينا لهب سعيد بن محمد بن ذويب العامري، والوصول هنا من هملول هلال بن سهيل بن عبيد المزروعي، وهناك شاهين محمد بن هلال بن بن طناف الراشدي المنطلق من الجانب الآخر، الوصول هنا من هماس حسن بن عبد الله بن غليطة لغفلي المنطلق. مشاهدينا الكرام على سابع المراكز والتحديات والإثارة، بينما ثامن مراكزنا المركز الثامن والمنطلق والمتحدي هنا على ثامن المراكز يأتينا ويتواجد هنا متوق محمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، والوصول من صغان سعيد بن حمد بن علي بن مرخان نكتبي، وعاشر مراكزنا مياس محمد بن عتيق بن سيد بن حاضر هنا العميمي، وبعود إلى الصدارة، بعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الانطلاق والتحدي. هنا تغيير طرى وجرى على الصدارة على المقدمة على المركز الأول من الصيرمي، على الصدارة على المقدمة مع الميتين متر الأخيرة، الصيرمي محمد بن جابر بن عبد الله هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. سلام ند الشبا، سلام ند الشبا وزعبيل على هذا الأداء الجميل، ولحظة وصول الصيرمي إلى خط النهاية محمد بن جابر عبد الله المركز الثاني، وصل هنا لهب لمحمد سعيد بن محمد بن ذويب العامري، أيضا هناك لبن مرخان من وصلنا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل، هنا صغان سعيد بن حمد بن علي بن مرخان، وأيضا هناك التحديات والإثارة والوصول أيضا حسن بن عبد الله بن غليطة أتانا بهذا الانطلاق والتحدي، ولكن هنا الصدارة هنا المقدمة، 4:40 جزئين من الثانية، الصيرمي محمد بن جابر بن عبد الله تهانينا لو الناموس، بينما المركز الثاني وصلنا هنا في اللحظات الأخيرة لهب سعيد بن محمد بن ذويب العامري، 4:41 وفاء وتماما وكمالا، صغان سعيد بن حمد بن علي بن مرخان نكتبي، 4:41 جزئين من الثانية توقيت الزمني
بينما هنا وصلنا مجاز محمد بن عتيق بسيف بن حاضر العميمي على المركز الرابع بأربع دقائق 41 ثانية، أربع من الأجزاء من الثانية، وهماس كان من نصيبه المركز الخامس هنا لحسن بن عبد الله بن غريط الغفري بأربع دقائق 42 ثانية، ستة من الأجزاء من الثانية هو توقيته الزمني. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى بهذا الانطلاق والتحدي الجميل في شوطنا الثامن عشر.